اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ربيع. كل الجماهير بتتكلم بمنتهى الثقه، وانا قلت قبل كده الجماهير بتتكلم بثقه مش من فراغ، من التاريخ عمرهم ما راهنوا على فريق النادي الاهلي والنادي الاهلي خذلهم ابدا. لا طبعا، لان الاهلي لا يملك قدرات كبيره جدا. النادي الاهلي دايما بيصرف ويشتري لعيبه عشان يكسب ويمتع جمهوره ويحافظ على الكيان الكبير جدا. النادي الاهلي يملك فعلا قدرات فنيه على اعلى مستوى، ودي حقيقه. مدرب كبير، اعتقد ان برضه النادي الاهلي جاب مدرب كبير حقق نتائج كويسه جدا واسمه كبير جدا وعامل شغل كويس، شغل رائع. اكيد لاعبي النادي الاهلي ونجوم مقدرين المسؤوليه كويس قوي، وفعلا دايما دايما بيسعوا وراء بطولات للنادي الاهلي، دي حقيقه. الفتره الاخيره احسن بكتير من بدايه الموسم بفضل الله. الترابط مهم جدا وموجود، الحب مهم جدا، الانتماء موجود، الالتزام والاصرار والرغبه موجودين بفضل الله تعالى. الفنيات بقت رجعت زي الاول واحسن، الفنيات اللي يطمنك يعني، الناس كلها مطمئنه، مع ان في رساله جايه لي يعني برضه حبيت اقولها، رساله للاعيب النادي الاهلي من شخص انا ما اعرفوش بيطلبني المنصوره، بيقول لي انا اسمي احمد، انا لو سمحت يا كابتن وصل رساله للعيبه ان احنا كلنا ثقه فيكم انه بتكسبوا، بس نغمه ان الاهلي لما بيركب، فالرساله دي لان محبين الاهلي كتير جدا، انا ما اعرفوش لقيت والله بيطلبني، فحبيت اقولها كل الجماهير. فعشان كده اللعيبه بتتعب وتجتهد، فان شاء الله يعملوا بالرساله دي ويجتهدوا باذن الله تعالى. وحضرتك عارف ان لاعبي الاهلي مش محتاجين توصيه، لان هم بيحترموا كان ويحبوا كان، ومجموعه جيده جدا على مستوى، احنا عندنا نجوم كبيره جدا. الدليل النهارده ان عندك عدد كبير جدا في منتخب مصر المبشر ما شاء الله، الحمد لله. عندنا الاعمار كويسه جدا، عندنا القدرات، عندنا فريق كامل متكامل حاليا فعلا ما شاء الله، عندنا البديل اللي ممكن يصنع الفارق في اي وقت، عندنا نجوم كتيره جدا في الفتره دي، اكتر من لاعب ممكن يسجل في اي وقت. فان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله تعالى ويسعدونا ويحققوا ويعملوا ماتش كويس وحالتها كويسه باذن الله تعالى. اكيد حضرتك احرزت هدف في مرمى الزمالك في الكاس. والزمالك والدوري اتلغى، الدوري اتلغى، يعني سجلت هدف في الدوري واتلغى، فحسب فاول على طارق وزيد. كان ماتش اهلي والزمالك اتلغى الهدف، اتلغى الهدف، لكن احرزت هدف. كنا في الكاس سجلت هدف الفوز، والدوري اتلغى مع الفاول بتاع كابتن طارق وزيد، واحد فاول اتحسب فاول على طارق وزيد. تعال نشوف الهدف لو جاهز معانا يا رجاله، نشوف الهدف، نتكلم الكابتن ربيع بعد الهدف كان ايه اللي حسه الكابتن ربيع ده الهدف يا كابتن. ده في ماتش في كاس مصر في الشوط الرابع، كنا في رمضان، فدي كرة خدتها من بدر رجب، لو تجيبها من اول بدر رجب اوقات كان بيألف كتير جدا فزعتله. والله لو تجيبها من الاول ليه تقول له حاول نجيبها من الاول من الاول خالص، فخد بالك، لا من الاول، ولما الكوره من عند بدر وجريت له قطعت له من ورا ميدو، واخد بالك، راح اداها لي، رحت واخدها طبعا، وكان ربنا موفق وراحت على يمين، يعني كان معايا هشام يكن وطاهر وايمن طاهر، فهشام صاحبي وايمن صاحبي اصدقاء يعني، تمام. فلحد دلوقتي ما قابلهم يا ايمن اخبار الهدف في هشام. لا هشام حبيبي وايمن يعني من شخصيات محترمه جدا ومؤدبه وجميله جدا، وبنضحك ومفيش اي مشكله، وتاني في نادي الزمالك هو عندنا هشام بيجي يزورني في النادي الاهلي وانا بروح ازور في نادي الزمالك، شخصيه جميله، دي حقيقي جدا، شخصيه جميله، ونهارك وزي الفل، وجمال عبد الحميد يعني كلهم اصدقائنا، شخصيات جميله طبعا، شخصيات محترمه. فده هشام انا واخدها، والشمال بقى يعني خلي بالك بشمالي وحطيتها رايح ومكرر تجيبها جول. الحمد لله. بس بتلعب بالاثنين يا كابتن. بلعب باليمين والشمال زي بعض. بالظبط. خلي بالك من الجول، بص لو هو يرجع من نص الملعب انا بجري، يعني واخد اتجاه وخالق مساحه ورايح وبجري من مكان، يعني عملت الاوفرلاب من ورا بدر رجب، وبدر كان بيلعب جنبي في الشمال، فقلت له بدر هو كان كسر وراح لعبها لي، رحت جاري بيها واخدها ومعايا هشام، ورحت شايطها وكان فيها توفيق وربنا وداها في الجول الحمد لله. الجول في مباراه القمه لا ينسى زي ما حضرتك. لا طبعا، ده انت لو تشوف اللي اتعمل بعد الماتش، يعني كنا بنركن عربيات في النادي، ما عرفتش اخد عربيتي، والجمهور شالني ورحت طبعا، يعني انت عارف، وبعدين استقبلونا بقى، انت عارف الاستقبال تاني يوم في التمرين بيعمل ازاي، وخد بالك، والاستقبال بقى وفي الشارع، ولحد دلوقتي الهدف ده من الاهداف اللي بعتز بيها، يعني ان انا اسجل هدف في نادي كبير بحجم نادي، طبعا كل التقدير واحترام للزمالك، اكيد خد بالك، بحجم نادي الزمالك لازم اعتز بيها يعني. اكيد، لكن اللعيبه محرومه من متعه الجماهير يا كابتن ربيع. دي حقيقة. ما لعبتش انت مباراه بدون جماهير؟ لا خالص، ده كان من نعمه ربنا. بص الجمهور كان بيتملي الاستاد، التدريب كان الجمهور، خلي بالك تسمع التهديف وانت ماشي على كوبري راس النيل،
كان وانت في الجزيره ماشي جنب النادي ايه في يا جماعه في ايه؟ طب مين النادي اللي شغال؟ من كل واحد كان بياخد الحته بتاعته ما بينزل، والجمهور بقى ما بيبطلش تشجيع مثالي وكويس، لو كان اي حد بيخرج عن النص كنا بنقف في التمرين. بالظبط. اه والله. بالظبط. خد بالك؟ وبعد كده الجمهور تشوفه بقى بعد التمرين بالليل وخارج. تقول يا ايه في ايه؟ شبه كوبري السنين ايه الالافات اللي مش ده تمرين ده اللي خلص، واخد بالك؟ وكان ينزل بقى بيبو باخر واحد تشوف الملعب كله بيترج والاستاد تحس ان الله الله في يا جماعه كلمه بيبو بيبو والله العظيم كل واحد ليه حتته مع الجمهور، واخد بالك؟ فهم كانوا ملقبيني بجونيور يا جونيور، واخد بالك؟ وانزل واخد الحته بتاعتي. فكانت ناس طيبه وناس كويسه وناس اصيله وناس في الشتاء وناس بتحب الاهلي وتحب النجوم، والنجوم كانوا بيحترموهم جدا. عشان كده كنا بنقول هم لازم نركز ولازم نكسب الناس ولازم نفرح الجمهور ده، وكانت ناس بتيجي تشجعنا باحترام وكل حاجه كويسه بصراحه. الدنيا جميله جدا جدا, جداً. فالجمهور لا شك. وبعدين كانت التقسيمه مثلا التقسيمه الاخيره مثلا لو في تلت ساعه تقسيمه ولا نص ساعه 30 دقيقه شوف شباب كانه ماتش، واللمحات والاهداف والكورسات والتصويب، واخد بالك؟ والفنيات والمهاره والتحرك، تحس الناس بتجي تستمتع وتخرج بمتعه يعني. دي حقيقة. مين اكتر واحد شفته يا كابتن ربيع في شكلك؟ طبعا حضرتك مش هتتكرر انا عارف. لا مش هتكرر. لا يا كل الباكات ليفت لعب في ده بس حضرتك كنت باك ليفت عصري، كنت سابق فعلا عشان كنت موهوب. كان باك بتكمل في الهجمه بتجيب اجوال عشان موهوب دافع كويس قوي. موهوب من صغري هداه موهوب يعني، ربنا كان مديني الموهبه فكنت بستغلها. لما توظفت باك ليفت المشكله ان انا ادافع وهاجم، وكنت بتقول يعني مثلا في الهجوم انا نوعت جبت بالدماغ اهداف وباليمين اهداف وبالشمال اهداف وبالفخد اهداف، جبت وبالتصويب اهداف، عندي اهداف كتيره جدا تصويب. فالقصود دي الموهبه زي طبعا المدرب علمني يعني. كنا بنتكلم مع بعض في ملعب الاهلي كنت بقول لك يا كابتن ربيع انت كنت على طول في ال 18 ووجه لي. اه طبعا كنت على طول في ال 18 وبعدين نوعت وغيرت اميده يعني، مثلا كان الباك يروح يرفع كروس ويرجع ده طموحه اقصى طموح، لا وكنت امتى اروح راس حربه تاني عشان اقدر اهرب واسجل واجيب. فكل اللي لعب في النادي الاهلي باك ليفت ليه شكل طبعا مفيش كلام. معلول سيد معوض باك ليفت ممتاز، عماره باك ليفت ممتاز، محمد عبد الله يرحمه باك ليفت ممتاز، محمد يوسف باك ليفت، محمد سعد. دي حقيقه كل اللي بيلعب في النادي الاهلي ليه شكل وليه خد بالك وبيتالق وبيبدع، لان كل الظروف اللي في النادي الاهلي بتوجد الابداع بتخليك فاضل لموهبتك لشغلانتك طبعا من تدريب على مستوى معيشه لعيبه قدرات جنبك يمين وشمال في ظهرك بالك طبعا طبعا جمهورك عاوز جمهور كبير. فكل بصراحه كل لاعب باك ليفت في النادي الاهلي له فضل وله دور وله مستواه وله حتته، دي حقيقه يعني. اكيد. لو سالت حضرتك عن هدف في العموم في مباراه القمه اهلي او زمالك كمان يعني افتحها شويه مش هتنساه من دماغك. ما هو في يعني اقدر اقول ان هدف طبعا القمه كتير جدا، لكن ممكن نقول هدف على ميهوب، لان احنا كنا يعني الدوري كان قوي جدا بالدماغ. كورنر اعتقد كان كورنر وطلع حط الكره بالدماغ تقريبا. كابتن مصطفى عبد عمل بكروس بالعرض طلع علاء، لان احنا كنا لازم نكسب الماتش ده. كان كورنر او كورنر يعني تقريبا، وكسبناه وبعديه خدنا برضو الكاس يعني. وكان من اقوى المواسم مع فايتس الالماني، كان بالنسبه له موسم قوي جدا جدا، وكنا ماشيين مع بعض الزمالك والاهلي الاثنين، وكانت الدنيا قريبه جدا بالك. فعشان نحسم الماتش ده بالمكسب وباداء مقنع جدا. ده الهدف اهو. ايوه تاني كده نعرضه تاني نشوف الكوره. كان عادل مأمور متهيألي اللي في الجول. بص بقى شوف الفرحه عامله ازاي وبص الجمهور عامل ازاي. كورنر تمام. مصطفى كابتن مصطفى عبده رفعها بشمال ان شاء الله. طبعا مصطفى كان نجم كبير جدا. كابتن علاء طلع ما شاء الله طبعا الله. يعني من الاهداف اللي ما انساهاش طبعا، دي حقيقه دي حقيقه. وخلي بالك عميده كتير كتير جدا، بس يعني ده عشان كان مع مدرب الماني وعاملين دور. وبعدين الدوري ده انا بعتز بيه ليه؟ لان اكتر دوري سجلت فيه اهداف. اكتر دوري او لان احنا الراجل ده كان الطريقه بقى 3-5-2 اول مره تدخل مصر، ووظفتني لعبنا بيها كاس عالم بعد كده ووصلنا بيها، وكانت قعدت فتره طويله جدا. فعلمني طريقه بيتهاجم بيها، عشان كده الموسم ده سجلت اهداف كتيره جدا، من اكتر المواسم اللي سجلت. كان فيها تحرير شويه للاطراف. برافو عليك. فسجلت وجبت ماتشات اهداف مؤثره في الساس يعني. في السويس كنا محتاجين نكسب السويس قبل الزمالك ده، قبل ده
لازم نكسبه. الزمالك خلص ماتشاته واخد بالك، ولازم نكسب عشان يبقى مع قدامنا نتيجتين، يا تعادل يا فوز. اي نتيجه غير دي كانت انا اللي جبت الهدف، وكتير بقى وغصب دمياط يعني سجلت هدف في الموسم ده ترسانه. الطريقه اللي بتحبها حضرتك كمدرب؟ لا انا طريقتين انا اشتغل بيهم، كل طريقه يعني كله حسب المنافس وحسب المطلب الواقعي. 4 2 3 1 3 4 3 3 4 3 اه طبعا ممكن اغيرها في اي وقت، لان ممكن الاعب مثلا يكون ماسك فرقه واخد بالك، وهو في نفس الفرقه دي عندها قدرات وفرقه واخد بالك عندها سرعات وفرقه عندها هدافين، تروح قلب الطريقه على طول 4 3 3 4 3 احفظها، بس احفظها للفرقه لازم احفظها للفرقه لازم بقفل الجيم واخرج بقى للخسائر، تعمل مباراه تكتيكيه من قلب الملعب طبعا ده مهم جدا، مهم يكون محفظها بس اللعيب ومرها لهم عشان برضه دي مهمه جدا. امين كابتن ربيع، كان مباراه بين الاهلي والزمالك وكنت حضرتك نازل واثق جدا من الفوز، وحصل لخبطه في المباراه خسر الاهلي والعكس. لا في مباراه كنا واثقين جدا اللي هي 2-2 بعد ما كنا متقدمين 2-0، يعني احنا كنا دايما بفضل الله تعالى كنا بنركز وبنشتغل واحنا يعني لازم نحقق اللي احنا عاوزينه، فالمباراه دي كانت سهله جدا جدا وضمنناها جدا سبحان الله، و2-0 دخل فينا هدفين ما تعرفش يعني التعادل 2-2 دي من اسهل المباريات اللي كنا يعني عاملين حسابنا ان احنا بفضل الله نخرج بمكسب. اه دي حقيقه تعادلنا 2-2. والعكس بقى مباراه كنت خايف منها جدا ونزلت المباراه سهله وكسبته الزمالك، وهو كتير اه وفي احنا خلي بالك انا لعبت كل الماتشات اللي موجوده كتير منها اه كتير، لا دي كتير فعلا بس ممكن ما اكونش متذكر، لكن في ماتشات كل قمه في الثمانينات تقريبا لعبتها كنا معظمها خلي بالك نهائي الدوري في الدور الثاني. بتبقى نازل واثق ولا نازل قلقان ولا نازل شايف الدنيا ازاي المباراه نفسها؟ خلاص كابتن ربيع نازل مباراه عاوز الحق لازم انزل قلقان، لان انت بتلاعب تيم كبير ونادي أكيد. كبير وقدرات كبيره أكيد. جدا أكيد. والتوفيق ده بتاع الله سبحانه وتعالى، وبعدين حاله اللاعب مهمه جدا يوم المباراه. قدرات نادي الزمالك نادي يعني منتخب مصر الاهلي والزمالك، فباللاعب بحجم نادي بحجم نادي لازم تحترمه ولازم تقلق، وممكن تكسب وممكن تخسر وممكن تتعادل، كل شيء في الكوره وارد يا ميت، لكن الحمد لله كان دايما في النهايه ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا الحمد لله والشكر. لو قلت لحضرتك تدي، مش هنقول تدي لسارت، هنقول لو كابتن ربيع متحكم في الامور الفنيه في مباراه اهلي وزمالك وشايف الزمالك عنده مفاتيح لعب كتيره جدا، عنده لعيبه زي ما حضرتك قلت عندها طابع فردي حلو قوي، عندهم التعديه واحد ضد واحد، عندهم الاختراقات، تقفل مفاتيح لعب الزمالك ازاي؟ هو الطريقه بتاعتي اللي انا بلعب بيها ومتفوق بيها مش هغيرها، 4 2 3 1 شكل 4 1 4 1 ده الشكل الهجومي بتاع الطريقه دي على في الملعب، وبعدين 4 4 1 1 الرصه الدفاعيه بتاعتي والنظام. ان انا عندي جناحين مهمين جدا وهم اجايي، لا اجايي الاول بتكلم على الشكل الهجومي ده بيعمل دور رائع جدا، رمضان واخد بالك مهم جدا، مروان فايق يعني مروان فايق وله دور ومكسبه بيكسب وماشي كويس قوي. تدي مروان ولا ازارو؟ لا حاليا مروان تمام لانه ماشي كويس وكسبني واخد بالك، والدور اللي تحت مروان هو ده المهم اللي لازم افكر فيه مره واثنين وثلاثه عشان ده مفتاح هيساعدني على المكسب تمام واكمل بيه، لان ده دور خلي بالك خافي ومحتاج عقل ومحتاج مهاره ومحتاج خبره تمام، عشان ده ممكن تجيله في وقت يسجل بيه ماشي. ادي واحد، الباكين لهم دور مهمين جدا الرايت والليفت في الطريقه دي عشان معقول يعمل لي جابها يعمل لي كروسات كتيره تزحزح وتخطى الخط الدار اللي قدامي. احمد هاني برضو ماشي كويس جدا، الباكين دول لهم دور كبير جدا، والديفندر الثاني اللي هو السوري اللي بيقوم بيه الرابع، دول الاربعه اللي بلعب بيهم الانسجام والتفاهم في انهاء الهجمه مهم جدا في التلت الامامي بتاع المنافس، انهاء الهجمه يبقى عندي انتشار مهم جدا بعتمد عليه، انتشار عندي ترابط هو ده مكسب النادي الاهلي، عندي التحول ترابط في الخطوط ترابط لازم. يروحوا صح بروح صح خلاص ما قلقش، انا ممكن اروح يميدوا 30 هجمه بس غلط فاهم ازاي، فلما معلول بيعملها تلاقي السوليه خد بالك هتلاقيها جاي تلاقي كثافه برافو، هتلاقي الاربعه اللي المفروض يروح على الجول دي مهمه جدا خد بالك، الباكين اشتغلوا وبعدين عندك الديفندر بار الثالث والاثنين المساكين ده المثلث اللي واقف طول الوقت عشان المرتدات، انت عندك ده الاساس يا كابتن ربيع ده الاساس، لازم يبقى عندنا انضباط في الحاله الدفاعيه بطريقه
كامله 100%. عندك اربعه واقفين طول الوقت وانت بتهاجم، انت بتهاجم بسته بالطريقه دي والدافع باربعه، الاثنين مساكين واقفين دورهم دفاعي قاطع وسلم، والديفندر الثاني اللي كان بيقوم بيه عاشور حسام عاشور، ادي واحد واقف ادي المثلث، والباك العكس اللي ما عندوش الكوره مغطي شويه، ضامن مغطي، ادي الاربعه اللي واقفين. حضرتك بتفضل ان هو يضم ولا يبقى مايل؟ ميلان ميلان ميلان، في توازن وفي صح في المسافه اللي هو يلحق نفسه عشان يلحق نفسه ويبتدي انا باك رايت، بس هو ما عندوش الكوره وبيقوم بخط. خد بالك انا بعمل جانب تنظيم، الجانب التنظيمي ده موجود في النادي الاهلي، التمركز الدفاعي السليم وخاصه في الثلث الامامي وقله الاخطاء دي بيعتمد عليها المدرب وممكن تكسبني بسهوله بدل ما اعمل اخطاء. خد بالك الترابط الدفاعي في جماعيه من اول مروان لتحتيه اللي هيلعب راس حرب انا مش عارف مين الثاني لاجايه لرمضان لخط الوسط لخط الظهر، الترابط ده هو اللي هيفرق في ماتش القمه. الدفاع الجماعي تمام. الفردي ده واحد ضد واحد ممكن يعدي مني لا تغطيه من زميل. حتى الدفاع الفردي قل قوي في الكره دلوقتي يا كابتن ربيع، بنلاقي كله مجموعات دفاعيه. كل كره حديثه مجموعات دفاعيه. بص انا 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 احب نادر قوي لما تلاقي واحد ضد واحد. برافو. انا احترم اميدو ان تدافع، يعني قطع كوره مش يدافع شكلا وخلاص كده، دي مش في الاهلي، مش في الاهلي بيستخلصوا بيلعبوا على الكوره. ال 22 لعيبه اميدو لازم يلعبوا على الكوره، لازم اتعب واشقى واجتهد واقطع كوره وادافع عشان اكسب، لازم ادافع صح عشان اوصل اهاجم واسجل واوصل اللي انا عاوزه. مدافع هجوم، وظائف، مجموعه وظائف بشتغل عليها في مهام. هل المدير الفني للاهلي او المدير الفني للزمالك بيشتغل على كام مهمه لازم اللعيبه تنفذها؟ دي مهمه جدا. كام مهمه؟ في اربع لعيبه، المدرب يقول لك 14، في 16، في 18، في 10، كل واحد وليه وظيفه، فاهم ازاي؟ فهي زي ما قلت برنامج، وربنا يوفقه ونشوف مباراة كبيرة إن شاء الله. كابتن حضرتك مؤمن لسه دلوقتي بالمان تو مان ولا لا فكرة المان تو مان دي خلصت؟ لا بعدت. أنت تقابل ألعب مان اللي هو أبقى شايف الخصم اللي قدامي، شايف الكرة وشايف المنافس، المساحات شايف الكرة وشايف المنافس، وفي نفس تقليل المساحات، إن أنا أروح أقابل. طب بتدي للحالة الدفاعية، يعني إحنا أنا عن نفسي بقسم الحالة الدفاعية لمان تو مان، اللعب على الدفاع على مساحة او الدفاع على مان او الدفاع على المان تو مان. الدفاع على المان تو مان بنعمله في ال 18 في الكروسات اللي بتبقى في ال 18 في الثلث الامامي ده بالظبط، ما فيهاش كلام، الرقابه اللذيذ بالظبط. لكن اللي هو الدفاع على مساحه، ان انا بدافع على مساحه او بدافع على مان، لو في عندي لعيب مهم قوي زي فرجاني ساسي مثلا، لعيب مهم قوي، لعيب عقل كبير قوي في الزمالك ما شاء الله عليه، تدافع عليه ازاي؟ هو خلي بالك احنا الشغل كله هيبقى 5 ضد 5 او 6 ضد 6 في وسط الملعب. شغل الفرقتين بكره يوم الماتش في وسط الملعب، يعني عايز تقول لي وسط الملعب هو اللي هيبقى الفيصل في المكسب او الخساره او التعادل. ده بيلعب فين؟ في وسط الملعب. انا قبل في وسط الملعب، خلي بالك حياتك التلت الامامي او التلت الهجومي. بص مكسب اي فرقه بمشيئه الله تعالى وسط الملعب، لان يعني انت ما عندكش مشكله في الاربعه خط الظهر. اربعه خط الظهر انت عندك اثنين مساكين بمعاهم واحد راس حربه، شكرا، والباك ليفت والباك رايت معاه جناحين، ادي اربعه من اربعه كلها من القادمون من الخلف. بتفق معاك. 6 ضد 6 تمام. مين بقى مين اللي بيلتزم؟ مين عنده ترابط؟ مين اللي عنده واخد بالك قلب عشان يشتغل؟ عنده روح؟ مين عنده فنيات؟ مين عنده عقل؟ مين عنده عين؟ مين عنده واخد في وسط الملعب؟ اللي هتلاقيه واخد بالك مهوي دفاعيا، شكرا، بيبقى في خطوره في ال 18. تقليل المساحات حضرتك، برافو عليك. طبعا تقليل المساحات بين الخطوط طبعا سر النجاح في بص اللعيب المصري يا كابتن ميدو لما بيلاقي مساحه بيبدع. انت اتكلمت على فرجاني ده، لو لقى مساحه ما عنده ميزه التصويب هيصوب، لو لقى مساحه واخد بالك السوليه لو لقى مساحه ما هيصوب، يبقى انا كده ما بدافعش، يبقى انا واقف اي حاجه. دي المدافع اللي بتكلم عليها، المدافع الحقيقيه ان انا دافع، ان انا اقلل المساحه، قللت مساحه شكرا، هيتراجع لورا، تراجع بدل ما يبقى الامام يبقى لورا. فهو ده برضه الاستحواذ في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده ميزه كويسه جدا انه بيشتغل الاستحواذ والكره ما بتضيعش منه بسهوله، تمرير التمرير التمرير، وبيبني من وسط الملعب عشان يطور وينهي هجمه، ودي ميزه رائعه في النادي الاهلي صراحه. يعني الجمهور اكيد هيتحرم من قمه ليها مذاق خاص، واكيد اللعيبه كمان هتتحرم من جمهور بيديهم دفعات معنويه هائله جدا يا كابتن ربيع. تعالى